إذا لمتابعة تطورات المشهد في الأراضي الفلسطينية على خلفية استمرار المقاومة في غزة صد هجمات الاحتلال والضغط الذي يمارس على نتنياهو داخليا وخارجيا، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الأكاديمي المتخصص في شؤون الاستخباراتية الدكتور عبد الرحمن الفرة، وعبر سكايب من الضفة الغربية أستاذ القانون الدولي الدكتور رائد بدوية. مرحبا بكما. أبدأ معكم دكتور عبد الرحمن، ونبدأ من بيان أو تصريح أو تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقول إن حماس تمتلك ذخائر تكفي لضرب الأراضي المحتلة لعدة أشهر. ما أثر ذلك على حكومة الحرب وعلى الشارع في الكيان المحتل دكتور؟ حياتي لكم ولضيفك الكريم والسادة المستمعين، ونكرر الرحمة للشهداء والدعاء بالشفاء للجرحى. سيدي الفاضل، المقاومة الفلسطينية عندما تخوض حرب مختلفة الرؤية، مختلفة المقصد في هذا 7 أكتوبر، المشهد الذي مثل نقطة تحول في تاريخ العالم، فإننا نتحدث عن مقاومة أعدت العدة جيدا، وكما شاهدنا التفوق الاستخباراتي الذي فاجأ العالم قبل أن يفاجئ دولة الاحتلال الصهيوني، يجب أن نكون واثقين من أن المقاومة نفسها هي من جهزت وأعدت العدة لمثل هذه المعركة، لأن المقاومة تعلم أن عملية معقدة ومركبة مثل التي حدثت في 7 أكتوبر يعقبها حرب مفتوحة لأشهر وبشكل وأسلوب مختلف في تكتيكات القتال واستراتيجيات إدارة المعركة. المقاومة الفلسطينية، وكما وضح الناطق باسم كتائب القسام المجاهد أبو عبيدة، أن هناك لغطا يثيره الاحتلال محاولا أن يختبئ خلف الأخبار التي يطلقها ليحقق أوهاما، كما يعتقد بمشهد نصر متوهم عندما يقول أنه استهدف هنا مخزن أسلحة أو استهدف أماكن تخزين سلاح هناك. أبو عبيدة قطع الشك باليقين، وهنا لا نتحدث عن عمليات نفسية أو عن دعاية مضادة عندما قال أبو عبيدة أن المقاومة قبل أن تدخل في هذه المعركة لم يكن لديها مخزن سلاح واحد، لأن المقاومة بالضرورة تقوم بإنتاج الأسلحة محليا أو حتى تلك التي كانت يتم تهريبها بالوسائل المختلفة، كان يتم مباشرة توزيعها على المقاتلين ونشرها على مختلف العقد القتالية المنتشرة على طول الحدود على قطاع غزة وفي كل مكان يتواجد فيه المقاومون الفلسطينيون. ونحن اليوم نرى كيف أن المقاومة الفلسطينية هي ملتحمة في كل مكان وموجودة في كل زقاق وشارع وفي كل موضع قتال، وهذا يدل على أن المقاومة الفلسطينية أولا أعدت نفسها لمثل هذا اليوم ومثل هذه المعركة التي من الممكن أن يطلق عليها معركة انتقالية في مستوى القوى ومستوى الحديث عن الاستراتيجيات والتكتيكات الميدانية. أيضا الأمر الثاني أن المقاومة أعدت الأسلحة المناسبة، وهنا كنا في الحروب الماضية نتحدث دائما عن تفوق السلاح المدفعية في المعارك، بل أنه كان يتندر بمن يشارك من المقاومين في الأعمال المتعلقة بأسلحة المدفعية المختلفة، لكن هذه المعركة أثبتت أن هذه المعركة تنحصر اليوم، ولا نقول تنحصر، تتميز بتكتيكات المشاة وتكتيكات الأسلحة المضادة للدروع. واليوم نشاهد أن قاذفة الياسين محلية الصنع بالقذيفة المترادفة التي أنهكت الدبابات الصهيونية وأنهت أسطورة المركباء الصهيونية بصنع محلي وبتقنيات على أيدي مجاهدين وعقول فلسطينية وعلى أيدي مهندسي كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، استطاعت أن تمثل إحدى أنجع الأسلحة في هذه المعركة. الأمر الثالث أن القسام لم يلجأ إلى تخزين المسالح الأسلحة في مخازن كالجيوش النظامية، ولجأ إلى تكتيك حرب العصابات، بل على أوسع من ذلك عندما أصبح هناك التحام مفتوح في كل مكان وفي كل ميدان، وجدنا أن الأسلحة منتشرة موجودة ويمكن استخدامها، وهذا عزز سهولة الوصول والقدرة على الإمداد في أحلك الظروف. طيب دكتور رائد، يوم أمس أراد وزير دفاع الاحتلال اقتحام مكتب بنيامين نتنياهو، طبعا بحسب شهود عيان كاد الأمر يتحول إلى الاشتباك بالأيدي، خلافات جذرية في حكومة الاحتلال دكتور؟
صحيح، يعني وزير الحرب الإسرائيلي هو عضو في حزب الليكود، وهو نعم نفس الحزب السياسي لنتنياهو. وتنساش أنه وزير الحرب على خلاف مع نتنياهو ما قبل 7 أكتوبر أصلا، يعني في وقت المظاهرات اللي كانت تخرج في الكيان الإسرائيلي التي كانت رافضة للتعديلات القضائية التي أرادها نتنياهو وأرادها اليمين المتطرف المشكل معاه للحكومة، يعني كان ضد هذه التغييرات لدرجة أنه عزله وأقاله. ولولا الضغوط الأمريكية في ذاك الوقت يعني لاستمرت هذا العزل، وخاصة أنه يعتبر يعني جالانت هو البديل المتوقع لنتنياهو في حزب الليكود. يعني هناك جالانت وزير الحرب، وهناك عدد من أعضاء الليكود اللي هم ضد نتنياهو وضد وجوده على رأس حكومة إسرائيلية. هلا هذا الانقسام من داخل حزب الليكود، هلا بالإضافة إلى انقسام أيضا آخر في داخل ما يسمى بمجلس الحرب الإسرائيلي، اللي هو مع إيزنكوت ومع جانس اللي هم من حزب آخر معسكر الدولة اللي انضموا للحكومة ومجلس الحرب بعد 7 أكتوبر، أيضا هم على خلاف مع نتنياهو. نتنياهو من جهة هو فقط يعزز ويلبي رغبات اليمين المتطرف في حكومته، وتحديدا سموتريتش وبن غفير، وهذا بسبب مصالحه الشخصية وبقاء ائتلاف الحكومة، وخاصة انه بيدرك تماما انه بمجرد انتهاء العمليات العسكرية والاعتداء على قطاع غزة هو سينتهي سياسيا، فهو مضطر انه يجاري ويلبي رغبات هؤلاء المتطرفين اللي هم اصلا مش عساكر يعني في خلفياتهم، ولكن واضح انه في معسكرين، معسكر نتنياهو من جهة اللي هو مع سموتريتش وبن غفير، ومصالحهم سياسية فيما يتعلق في القرارات اللي بيصدروها المتعلقة بالاعتداء على قطاع غزة، وهناك معسكر العساكر أو العسكريين اللي هم وزير الحرب من جهة وجانس من جهة أخرى اللي نعم أيضا كان زمانات رئيس أركان، وإيزنكوت أيضا كان رئيس أركان سابق، وهذول من جهة ثانية. هذا بالإضافة إلى أيضا انقسام الشارع الإسرائيلي اللي هو متكون من أهالي الأسرى من جهة، والمدنيين العاديين، والأحزاب المعارضة السياسية المتمثلة بلبيد. يعني المظاهرات كانت تخرج ابتداء للمطالبة باسترجاع الأسرى، صارت المظاهرات تخرج فيها لأسباب سياسية أيضا اللي هو الذهاب لانتخابات عامة. فأعتقد هذا الانقسام في داخل المجتمع الإسرائيلي والمجتمع السياسي الإسرائيلي ومجلس الحرب الإسرائيلي من شأنه إنه يشكل ضغوط أكثر وأكثر على نتنياهو، لعل وعسى إنه ينهي العمليات العسكرية، خاصة إنه الكل الآخرين غير نتنياهو يضع على أولويات مطالباته الأسرى. ف الكل ينادي إلى فكرة الذهاب إلى مفاوضات مع حركة حماس حتى لو كان الثمن وقف العمليات العسكرية على قطاع غزة، وفي المقابل هناك الأمريكان أيضا اللي بيدعموا هذا التوجه أو هذا الجناح العسكري في داخل الإسرائيليين. وكل هذه الظروف في ظل عدم تحقيق أي إنجاز عسكري لإسرائيل في قطاع غزة وصمود المقاومة حتى اللحظة، صحيح في بعض الخسائر هنا وهناك من المقاومة، ولكن لا يوجد إنجازات جوهرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وأكيد أكيد أكيد قاعدين بيخسروا أيضا في الأسرى يوم ورا يوم نتيجة القصف، ونتيجة قصف حتى بعض الأماكن اللي فيها المحتجزين. أنا كله بعتقد هذا يشكل يعني حالة تهتك في المجتمع أو في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، من شأنها إن تضعف الكيان نعم كلياته، ومن شأنها إنها تروح في الكيان لوقف العمليات حتى لو طال الأمر، ولكن الأمور رايحة باتجاه بداية النهاية. دكتور عبد الرحمن، حكومة الاحتلال ما زالت تحلم، وهو حلم اليقظة، تحلم بإقناع حلفائها لمزيد من الدعم بعد 107 أيام لم تحقق أي من أهدافها المتمثلة بالقضاء على حركة حماس وأيضا تحرير المحتجزين. دكتور عبد الرحمن. نعم أسمعك. الحكومة الصهيونية فشلت بعد أكثر من 107 يوم من الحرب من تحقيق أي من أهدافها، سواء المتعلق بإنهاء حكم حماس في قطاع غزة
أو حتى ما تم تخفيفه من صياغة إلى إنهاك وإنهاء مقدرات حماس العسكرية. المناطق التي انسحب منها الجيش الصهيوني بعد أكثر من 100 يوم عادت المقاومة الفلسطينية، ويعني استخدمتها في إطلاق الصواريخ، وانطلقت منها يعني عمليات مقاومة فدائية، سواء عمليات مضادة للدروع أو عمليات استهدفت عبرها القوات الصهيونية المتحصنة في بعض الأماكن. هذا يدلل على أن العمل أصلا على مبدأ إنهاء حماس أو إنهاء بنيتها أو مقدراتها العسكرية هو أمر غير مرتبط في العملية التي يعني يقوم بها الجيش الصهيوني على الأرض، بقدر ما هو مرتبط بتدمير البنية التحتية لقطاع غزة، مرتبط بإنهاك الحالة الإنسانية لقطاع غزة. اليوم نتحدث عن أكثر من 25,000 شهيد، ممن يعني تم الوصول إليهم، يعني نحن نتحدث عن عدد كبير من المفقودين تحت الأنقاض وغيرها. وهذا هو المنجز الحقيقي الذي يعني إن صح تسميته بمنجز لهذا الجيش، جيش العار الذي انتهك كل الحقوق الإنسانية وتجاوز كل الخطوط الحمراء. الأمر الثاني، مسألة الأسرى، جيش الاحتلال الصهيوني لم يستطع الوصول إلى أي من الأسرى، لا أحياء ولا أموات. في هذا السياق أصدر فيديوهات مختلفة عن إمكانية عن وصوله لبعض الأنفاق، عن ضبطه لأنفاق دفاعية، عن ضبطه لأنفاق سماها أنفاق هجومية، عن ضبطه لأنفاق سماها أنفاق يعني تنقل، لم يجد فيها شيء. اليوم الاحتلال ينهي تواجده داخل عدد من مناطق مدينة غزة بعد أن انتهى رسميا من تمشيطها. هذا يدلل على أن الجيش الصهيوني عاجز عن الوصول إلى أسراه، وعاجز عن الوصول إلى العصب الحقيقي الذي إن صحت تسميته بذلك يمثل الأماكن، مراكز القوة الحقيقية للمقاومة. المقاومة الفلسطينية مرة أخرى تؤكد أنها قادرة على المضي في تكتيكات حروب متوسطة المدى، قادرة على المضي في تكتيكات حروب تجابه مثل هذا الجيش المهزوم. المقاومة الفلسطينية استطاعت أن بعد 49 يوم في المرحلة الأولى من المعركة أن تخرج الأسرى بقدرة عالية على الضبط والتواصل والتحكم في الميدان، وابتدأت عمليات التسليم من الشمال، وانتقلت بعدها إلى الجنوب، وبدأت من مناطق كانت منهكة من قبل الطيران الصهيوني ومن قبل القوات المختلفة. هذا يدلل على قدرة عالية في الضبط والسيطرة، هذا يدلل على قدرة عالية في المحافظة على الرهائن والمحتجزين والأسرى. أيضا يعبر عن الجانب الأخلاقي لهذه القوات، قوات المجاهدين الفلسطينيين، قوات النخبة الفلسطينية، قوات المقاومة الفلسطينية. دكتور رائد، وزير خارجية إيطاليا أكد أن بلاده أوقفت إرسال الأسلحة لجيش الاحتلال. هذا الموقف يحرج الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. لا، ما اعتقدش انه في الوقت الحالي يحرجهم، يعني خاصة انه الموقف، في موقف اوروبي جديد قاعد يتشكل حاليا. صحيح انه اوروبا كانت منقسمة على نفسها في بداية العدوان، يعني منقسمة على نفسها من حيث انه في مجموعة من الدول الاوروبية كانت تدعم الكيان وما زالت، على رأسها المانيا وبريطانيا، وفي هناك دول من البداية كانت يعني مع وقف العمليات العسكرية، منها إسبانيا وبلجيكا، حتى فرنسا اللي كانت في البداية مع دعم الكيان الإسرائيلي، إنما موقفها اختلف لاحقا يعني، وأصبحت تدعو إلى وقف العدوان. أنا بعتقد خاصة إنه في تصريح لمستشار وزير أو ما يسمى بمفوض السياسة الخارجية الأوروبية، يعني قرأت له، حتى مش تصريح، قرأت له مقال كتبها قبل يومين، يعبر عن إيمان أوروبا في حل الدولتين، ولكنه يعرض فكرة جديدة اللي هي فكرة إنه الحل يجب أن يفرض دوليا على الكيان الإسرائيلي وعلى إسرائيل. هو ما قالش على إسرائيل، قال على الأطراف، بس أكيد المطلع على مجريات المفاوضات طوال 30 سنة ما بين الفلسطيني والإسرائيلي يعلم تماما أن الطرف الممانع لإقامة الدولة الفلسطينية هو الطرف الإسرائيلي. هلا فكرة إنه يطرح فكرة إنه الضغط الدولي والحل لازم، يجب أن يضغط أو يفرض
بطريقة دولية. بعتقد هذا نغمة جديدة في الاتحاد الأوروبي، وخاصة أنه إسبانيا أعربت عن استعدادها لحملة دبلوماسية في داخل الاتحاد الأوروبي من أجل الاعتراف في دولة فلسطين. يعني إسبانيا من الدول اللي عبرت عن رغبتها في الاعتراف، ما اعترفتش لسه، ولكن تقود حملة في داخل الاتحاد الأوروبي. هلأ بعد إصرار نتنياهو هاليومين الماضيات على فكرة رفضه لإقامة الدولة، تعززت الفكرة أكثر في داخل الاتحاد الأوروبي. أنا بعتقد الاتحاد الأوروبي راح يروح لتوجه باستخدام أدوات قد تكون تجارية للضغط على الإسرائيليين من جانب، وسياسية قد تتمثل في الاعتراف في الدولة الفلسطينية من بعض الدول الأوروبية. أعتقد هذا يعتبر نوعا ما تغير، ماشي نقول لسه تغير كامل، ولكن تغير لا بأس فيه بالموقف الأوروبي تجاه الصراع. أنا مدرك تماما أنه بعدها لسات ألمانيا ما زالت يعني حليف وما زالت تدافع، وحتى صرح التصريح ضد المحكمة العدل الدولية في موضوع، وبريطانيا شوي يعني بلشت تحكي عن موضوع الدولة أكثر، وامبارح وزير خارجيتها عارض ما صرح فيه نتنياهو. أنا بعتقد في توجهات جديدة في الاتحاد الأوروبي، بمعظم الاتحاد الأوروبي، توجهات في استخدام وسائل دبلوماسية قد تكون بالاعتراف في فلسطين كدولة، وهذا من سبيل الضغط السياسي على الكيان الإسرائيلي، وقد تستخدم أدوات أخرى تجارية أو غيرها مع الكيان من أجل الضغط عليه لقبول بحل الدولتين. دكتور عبد الرحمن، بالحديث عن الدعم الأكبر أقصد هنا الولايات المتحدة، يوم أمس هاتف الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس وزراء الاحتلال بعد قطيعة استمرت 15 يوما. الموقف الأمريكي تحول خلال الفترة الأخيرة دكتور؟ يعني لا نستطيع أن نقول أن الموقف الأمريكي تغير. الموقف الأمريكي واضح وثابت بأنه يرفض إطلاق النار النهائي في قطاع غزة، وهذا أكبر يعني مسؤولية لا أخلاقية تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن تمرير مثل هذا الإجرام الذي تغطيه أمريكا رسميا وتدافع عنه وتمثل مظلة لهذا الكيان الصهيوني في المحافل الدولية. ولكن على صعيد آخر، فإن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تدرك أن إسرائيل بين قوسين عاجزة عن تحقيق أي من أهدافها، أن ما تقوم به إسرائيل هو استهلاك للوقت، لا إنهاك لمقدرات حماس، ولا حديث أصلا عن إنهاء وجود وحكم حركة حماس في قطاع غزة. أيضا بالمقابل الصور التي تخرج من الميدان، صور متقدمة لكتائب القسام وسرايا القدس والمقاومة الفلسطينية، وصور يعني لقتالات سينمائية يخوضها الجيش الصهيوني بين البنى التحتية المدمرة عبر القصف بالطيران والأسلحة المختلفة. مع ذلك أمريكا في النقطة الثالثة هي تجد اليوم أن هناك يعني سقوط في الرواية الإسرائيلية بين قوسين، سيما أن هذه الرواية سقطت رسميا في محكمة العدل الدولية لهاي. وأيضا عندما نجد أن المظاهرات في النقطة الرابعة، المظاهرات التي اليوم باتت تخرج في كل مكان، لم تعد هي وحدها الضغط الجماهيري المنحصر في الشارع. اليوم الضغط الجماهيري الذي انطلق من الشارع بات يتسلل إلى اجتماعات يقودها بايدن، بدأ ينتقل إلى مؤتمرات يتحدث فيها الرئيس الأمريكي. هذه حالة الفوضى التي ضربت في كل أنحاء العالم بالنسبة لأمريكا الذي يتحمل مسؤوليتها هي دولة الكيان الصهيوني. لماذا؟ لأن الدولة ماضية، في الدولة هذا الكيان ماضي في إجرامه دون رؤية دون أهداف، هناك إثخان فقط في المستوى الإنساني. الإنجاز الوحيد الذي من الممكن أن يحسب لإسرائيل هو إنجازه في قتل المدنيين والأطفال والنساء. لذلك أمريكا بالنسبة لها أصبحت مصوغات استدامة هذا العدوان غير منطقية، روايتها سقطت. الهيبة الأمريكية، نحن نتحدث عن الهيبة وهيمنة الإمبريالية الغربية بقيادة أمريكا اليوم في خطر. اليوم نتحدث عن الحوثيين يعوثون في المنطقة، اليوم يتحكمون في باب المندب ويمنعون سفن دولية ويناوشون بالأسلحة المناسبة والمختلفة الحاملات الطائرات، ويناوشون السفن المحملة بالبضائع. على صعيد آخر، من العراق تخرج صواريخ دون سيطرة. الحديث عن كثير من العمليات غير المتبناة، فضلا عن العمليات الرسمية المتبناة، الحديث عن اشتعال
يعني أكثر من ذي قبل في الجبهة الشمالية. هذا كله يعزز أن المنطقة خرجت رسميا من إطار السيطرة الأمريكية التي كانت تحكم عليها بالحديد والنار. أيضا مبالغة إسرائيل بالنسبة بين قوسين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وتجرؤها على تنفيذ عدد من الاغتيالات، وإن كان هذا يؤخذ على نعم محور دكتور، ما يسمى شكرا. بالمقاومة، وإن كان يؤخذ على إيران ومكوناتها في المنطقة من تراجع في استراتيجية الردع وتآكل فيها، وتآكل حتى في الدنجلما اللي هي التوازن الذي كان مفروضا، إلا أن شكرا هذا دكتور. بالنسبة نعم، للولايات المتحدة الأمريكية إنما يعود بالخلل عليها مباشرة. عبر سكايب من اسطنبول الأكاديمي المتخصص في الشؤون الاستخباراتية الدكتور عبد الرحمن الفرة، وعبر سكايب من الضفة الغربية أستاذ القانون الدولي الدكتور رائد بدوية. شكرا جزيلا.